كل فريق اكيد ليه عنده سياسه لعب. احنا الحمد لله لعبنا بشكل كويس جدا، عرفنا الايجابيات والسلبيات بتاعت فريق السنغال ومعظم الفرق اللي احنا قابلناها. احنا عندنا طريقه لعب ثابته، بنلعب عشان خاطر نكسب، ف بنروح وبنضيع يعني احنا النهارده مضيعين كتير على الجون، بس يعني هي دي الكورة. ما بنلعبش عشان خاطر نوصل لضربات الجزاء، لا، ضربات الجزاء دي بالنسبة لنا يعني حاطينها في آخر حاجة في الحسبان، لكن بنفضل نلعب ونواصل في الماتش. هدفنا وكسبنا الحمد لله، وصلنا لضربات الجزاء برضو، بنحمد ربنا وبنشتغل على التركيز بتاعنا في ضربات الترجيح، بس الحمد لله. يعني زي ما قلت لك، هي دي الكرة، مكسب وخسارة. خسارة النهاردة حسستنا بموقف صعب جدا، واحنا دايما من يعني احنا معروف عننا المصريين، احنا ما بنعرفش نقع، احنا دايما بنكمل وبنواصل شغلنا. عندنا ماتش تاني كمان شهر ان شاء الله مع نفس الفريق، فان شاء الله ان شاء الله بنواصل شغلنا. عندنا الفترة الجاية هيبقى في معسكرات كتير، بنتمرن كويس جدا، بننافس كل اللي بيطلب مننا، وإن شاء الله إن شاء الله زي ما هم كسبونا المرة دي إن شاء الله الرد المرة الجاية هيكون في السنغال. أنا ما كنتش بشارك قبل كده، لكن الحمد لله كان عندي أمل ويقين لما ربنا كرمني وجات لي الفرصة قدرت أشارك، لأن بالنسبة لحراس مرمى مصر كلها، شناوي وأبو جبل وصبحي وجاد، كلهم رقم واحد، كلهم حراس كبيرة. أي حد فيهم يكون موجود في الملعب بيأدي شغله وبيأدي وظيفته، وإحنا ما عملناش حاجة جامدة جدا، إحنا عملنا شغلنا مش أكتر، لأن ده واجب علينا وواجب على بلادنا، واسمه منتخب مصر ده أكبر مننا أكبر من أي حد. فبحمد ربنا على المستوى اللي احنا وصلنا له في البطوله كلها ومشوارنا في البطوله. يمكن احنا الفريق الوحيد اللي قابلنا 4 أو 5 فرق كبيره من الاسماء الكبيره في افريقيا، احنا الفريق الوحيد اللي لعبنا 3 ماتشات متواصل ب 120 دقيقه ونوصل لضربات الجزاء. فنحمد ربنا على اللي احنا وصلنا له، كنا في اتم الجاهزيه للمكسب، بس الحمد لله يعني محدش فينا قصر. ان شاء الله ان شاء الله اكيد ربنا شايل لنا حاجه ان شاء الله في الماتشات الجايه ان شاء الله في الفتره الجايه.